إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. عدد ديال الناس مثلاً اللي هذا ماشي نداء باش مثلا ينخرط في الجانب ديال السياسة، هذه مسائل كتبقى اختيارات شخصية، لكن عدد كبير من الناس اللي دابا أسماءهم لامعة في الوسط السياسي إنما منطلقهم كان من الجامعة. الناس مثلا اللي كيستغربوا لبعض الأحزاب أن كيفاش عاد تكونات، استغربوا لأن كيقول لك هذيك الأحزاب ما عندهاش قاعدة شعبية في الجامعة. منين جاو دوك الناس؟ فالجامعة كانت تنبض بهذا، وكانوا ملي كتكون مثلا شي حركة على قبل واحد القضية الجامعة كلها كتهز. مرة انتوما كيما كان الحال في لافاك ديال ميديسين نوطير في كلية الطب والأسنان، كيبقى دابا شوف ملي كتكون دوزتي الكلية ديال العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة جديدة، ديك دولة كلية القانون والاقتصاد، كيولي اي طابليسمون تدخل لي كيبان لك شويه فهمتيني يعني ديك من المدخل، فكتقول كتحاول دير داك التصور ديالك كيكون بيزي شويه، لا نتوما شويه بزاف الله يتقبل، لا حيت نتوما كيخليكم تكثروا، نتوما في الميديسين دونتير ما كيخليكمش تكثروا بزاف، انا الخدمه ديالكم شويه سنسيبل حساسه، نتوما صعاب خدمتكم، نتوما كتشدوا بنادم من فمه. شتي كاع يكون طبيب مثلا ديال الامراض الباطنه واش كيدير لك مثلا كيبدا اوسكولتي فيك الى اخره، كتهضر معاه تقول لي اي ضراني هذه الكحبه بعد المره الطبيب ديال السنان كتقول ليه بلاتي تنقول لك اشنو عاد باش تخدم، حيت ما كاينش داك فمك كيقول لك باش تقول لي باش كتحس كنحس بك واقف ليا فعلا، فانتوما سنسيبل شي شويه كتشدوا بنادم من فمه، عشان يتشد البنادم فمه راه سما فداك الشيء كيقول لك خليو هادو بقاو شويه هادو شدوا الفوام قدروا يقادوا عباد الله ولو الناس كيعرفوا اش تيقول. المهم اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.